والله نسمع حشحشة هنا. الف احنا بنبر مين هذا؟ والله عبد الدحشور قال لي لقيت خضيره. مين عبد الدحشور؟ والله عبد الدحشور واحد يا مالي. رجل استحى علينا. والله عبد الدحشور. والله عبد الدحشور. والله عبد الدحشور قال لي لقيت خضيره. رجل كبير انت. رجل كبير. والله عبد الدحشور. امشي بالك. عبد الدحشور قال لي. مالك وجهك لي؟ مالك وجهك؟ عبد الدحشور قال لك الطريق ما خلاص. والله عبد الدحشور يا عمي يا عمي لا. لا يا عمي خلاص هذه المرة هذه المرة والله عبد الدحشور قال لي تعال لك الخبيث اجابه كل استلامك خلاص يا عم اطلع اطلع اخرج هنا اخرج اخرج هنا عينك اخرج اخرج والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله ما عندي لك قطوة والله خلاص خلاص يا عم خلاص تدسس ما لك وجد عندي محمد دحشور قال لي لقيتها واحد يا من الصباح حامي جنبك ما ادري والله ما ادري ما جيت مثلث وسالتك مني وين عندك الزابط كله ما ادري اما اللي مستراقع كيف هذا الكلام؟ بس قال لي ثاني مره قلت لك حاجه اجي عندي وامشي معاني اما اللي مره ما ترجع تسرق ما عاد يجي والله من الصباح عيني لم يفقع هذا من الصباح انا فقع على هذا عبد الدحشور قال لي لقيت من هنا يستعلم مثل الناس ويهبل مثل العالم الله ينشر عليه بابا شوف بالله على عليه شوف